سعياً لراحتكم تقدم لكم هيستا تركي، جهاز التخدير بدون ألم نيدلس إنجكشن، المطور في MIT. في الطريقة التقليدية تخترق الإبرة الجلد ثم تقوم بإدخال الدواء الذي يظل متجمع في منطقة واحدة. أما في الطريقة الحديثة فيتم إدخال الدواء عن طريق الضغط العالي دون الحاجة لجرح الجلد. ومن ميزات الطريقة الحديثة بالإضافة لكونها خالية من أي آلام أنها تعمل على توزيع كامل ومتساوي للدواء لأكبر منطقة ممكنة، وبالتالي فعالية أكبر بكثير. هيستا تركي، عائلتك الثانية.